المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تغلق أبواب التفاوض وتعلن نتائج الانتخابات التي قالت إنها أولية وقابلة للطعن. وحرصا منا على ضمان شفافية العملية الانتخابية والحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين في صناديق الاقتراع، فقد أعلنا عنها وتم تدقيقها واحتساب نتائجها بعد المطابقة أمام وسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين. أصبحت النتائج إذن في متناول الجميع. الصدر أول الفائزين، يليه الحلبوسي والبرزاني. أما أبرز المعترضين عليها فهم رؤساء الوزراء السابقين العبادي والمالكي وأياد علاوي، فضلا عن الفتح وقوى الدولة، مما دفع الإطار التنسيقي الذي يجمع قادة الكتل السياسية الشيعية إلى استباق إعلان المفوضية بإعلانه رفض النتائج والتحذير من تهديد الأمن المجتمعي. البعض يهدد بالسلاح، والبعض يريد حوار وطني، والبعض يريد مشاركة بالقوة، وكل هذه أعتقد هي إشكالات سياسية متكررة لا يمكن أن نعول عليها أو لا يمكن أن نخشى منها، لأنها سوف تهدد بشكل كبير الآلية الديمقراطية في العراق. الاستنفار الأمني الذي سبق الإعلان عن النتائج والذي أعلنته قيادة الأركان في الجيش العراقي جاء تحسبا لأي أعمال عنف قد تطرأ، ما يشير إلى عمق الأزمة السياسية التي قد تتحول إلى أزمة أمنية. هي الممارسة الديمقراطية كما تقول الحكومة والفائزون في الانتخابات، لكنها خديعة من وجهة نظر المعترضين عليها. اختلاف الخطاب ووجهات النظر بين الأفرقاء يخشى أن ينزلق بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه. ضياء الناصري، العربي، بغداد.